مرحبا بكم متابعينا. بعد فوزها الساحق بالانتخابات التشريعية الأخيرة، اتخطت رئيسة حزب فراتيلي دي إيطاليا جورجيا ميلوني المرشحة الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في بلادها الإغلاق الطريق البحري على كل المهاجرين اللا شرعيين نحو إيطاليا وكل دول أوروبا، وهذا ما أسمته مهمة عسكرية أوروبية لمواجهة المهاجرين من ليبيا وتونس. وأنشأت جورجيا ميلوني تقرير اعتزمت فيه فرضة حصار بحري على البحر الأبيض المتوسط الوضع حد للأفواج الهجرة اللي اقتحمت شواطئ بلادها، اللي وشدت على أنها باش تتخذ كل الخطوات المناسبة إزاء الملف هذا. المهمة العسكرية هذه باش تكون بالاتفاق مع السلطات التونسية والليبية المنع قوارب المهاجرين من المغادرة في اتجاه إيطاليا، واللي باش تقوم بإعادتهم لبلدانهم الأمة، اللي ويذكر أنه أكثر من 98,132 مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا في سبتمبر الماضي عن طريق البحر، وهذا اعتد كبير للغاية في ظرف شهر فقط. وهذا بالطبع اللي باش يخلي السلطات الإيطالية تتخذ الأمر بعين الاعتبار وتضع قضية الهجرة لا شرعية من أولوياتها. هل حقا باش تقوم الحكومة الجديدة واللي ترأسها جورجيا ميلوني بإغلاق كل طرق الهجرة لا شرعية نحو أوروبا؟ أو هل باش تتلقى معارضة كبيرة من الأوساط السياسية في إيطاليا ويبقى كل ما خطط ليه حبر على ورقة؟ هذا الكل نعرفه في الأيام القادمة. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم كل المستجدات.